سحبت القوات الأمريكية قواعد ونقاط عسكرية لها من مناطق متفرقة على الحدود السورية التركية، وحصل إعادة تموضع للقوات الأمريكية في شرق الفرات. كيف تغيرت خريطة القواعد الأمريكية في شرق الفرات؟ نتابعها في عرض توضيحي للزميل عبد القادر ضويحي. في أواخر عام 2014 بدأت الولايات المتحدة الأمريكية إرسال مستشارين وعسكريين إلى سوريا لمحاربة تنظيم الدولة آنذاك. إرسال المستشارين والعسكريين مهد لإقامة قواعد ونقاط عسكرية لواشنطن في سوريا، لا سيما في شرق الفرات، إذ تمتلك واشنطن عشرات القواعد العسكرية في 4 محافظات سورية، هي الحسكة والرقة ودير الزور بالإضافة إلى حلب. في الحسكة توجد قاعدة المالكية إضافة إلى قاعدتي رميلان ورأس العين، وقاعدة أخرى بالقرب من بلدة تل تمر في ريف الحسكة الغربي. في محافظة الرقة والتي تتزحم فيها القواعد العسكرية الأمريكية، من أبرز تلك القواعد هي قاعدة عين عيسى، والتي تعتبر مركز تنسيق للقوات الأمريكية في شرق الفرات. كما توجد قواعد ونقاط في تل السمن وتل أبيض والطبقة بريف الرقة الغربي. إلى الشرق في محافظة دير الزور تعتبر قاعدة العمر من أهم وأكبر القواعد العسكرية للقوات الأمريكية. تضم تلك القاعدة مستشارين وعناصر وضباط أمريكيين، إضافة إلى سجون لعناصر من تنظيم الدولة. كما أقامت واشنطن قاعدة عسكرية في حقل التنك النفطي شرق دير الزور، إضافة إلى وجود عسكري لها في حقل كونيكو للغاز، وذاك الوجود فرضته واشنطن لمنع موسكو من التوغل في شرق الفرات. إلى الشمال حيث محافظة حلب تعتبر قاعدة خراب عشك بالقرب من مدينة عين العرب كوباني من أهم وأبرز القواعد للقوات الأمريكية، وهي قاعدة لوجستية وأمنية للقوات الأمريكية والفرنسية. كما توجد قاعدة عسكرية أخرى في المكان ذاته على جبل مشتى نور الاستراتيجي في مدينة عين العرب، إضافة إلى قاعدة ونقاط عسكرية شمال مدينة منبج بريف حلب الشرقي. تضم القواعد الأمريكية في المنطقة ما يقارب 2000 جندي، فضلاً عن قوات فرنسية وبريطانية شاركت في الحرب على تنظيم الدولة، لكن تلك القوات ما زالت موجودة إلى الآن. كما توجد في تلك القواعد مدرعات وأسلحة عسكرية. مع بدء القوات التركية والجيش الوطني السوري عملية نبع السلام في شرق الفرات عبر محاور تل أبيض ورأس العين وكذلك المحور الثالث محور منبج، حصل إعادة انتشار للقوات الأمريكية في شمال شرق سوريا، حيث سحبت واشنطن قوات وقواعد ونقاط لها من الحدود مع تركيا. أبرز تلك الانسحابات تمت في تل أرقم وتل أبيض ورأس العين ومنبج. كما أقدمت واشنطن على تفكيك تحصينات عسكرية لقواتها في قاعدة خراب عشق، لكن القواعد الأخرى لا تغير فيها إلا الآن، فكيف سيكون مستقبل تلك القواعد مع إصرار الرئيس الأمريكي على سحب قوات بلاده من سوريا؟ عودة للنقاش، وأذكر بضيوف الحلقة الكاتب والمحلل السياسي حسن النيفي معنا في الاستوديو، ومن اسطنبول عبر الأقمار الصناعية معنا إسماعيل كايا المحلل السياسي المختص بشأن التركي، أما من واشنطن معنا الباحث في المركز العربي للدراسات الدكتور رضوان زيادة. أبدأ من عندك دكتور، انسحاب أم إعادة تموضع، على ماذا رست واشنطن فيما يتعلق بقواتها المتواجدة في سوريا؟ قرار الرئيس الأمريكي ترامب واضح، وهو الانسحاب الكامل بعد الضغوط التي تعرض عليها في ديسمبر العام الماضي، والآن بعد قرار الانسحاب بسبب العملية العسكرية التركية داخل الأراضي السورية، هو قال أنه إعادة موضع وأنه انسحاب جزئي، وبالتالي إلى الآن ما زال هناك بحدود 500 جندي أمريكي يتمركزوا في عدد من القواعد العسكرية التي ذكرها التقرير بشكل تفصيلي ودقيق. هل من المتوقع أن يتم الانسحاب الكامل؟ أعتقد هذا ماذا سيحصل، يعني الرئيس ترامب مصمم على القيام بذلك، لا يجد أن هناك أي فائدة سياسية أو عسكرية أو استراتيجية من البقاء في سوريا، وأعتقد هو انتقد وجود البقاء القوات هناك بشكل كبير، بالرغم من أن ده عكس موقف الحزب الجمهوري وتقريبا الموقف الحزب الديمقراطي، وبالتالي يعني بالمختصر لن تنجح ضغوط نانسي بيلوسي ولا ضغوط الجمهوريين ولا ضغوط البنتاغون ولا كل ذلك.
لن تنجح هذه الضغوط في إبقاء ترامب أو في العدول على القرار. ترامب ينظر يعني الرئيس ترامب ينظر إلى انسحاب القوات الأمريكية من سوريا بالنسبة له كانتصار، لأنه حقق أحد وعوده الانتخابية وهو انسحاب القوات الأمريكية من قواعدها العسكرية في الخارج وإنهاء ما يسمى الحروب اللامنتهية. وبالتالي انسحاب القوات الأمريكية يسجله ويكرره بتغريداته المستمرة بشكل يومي أنه على شكل نصر عسكري. فوجئ طبعا بردة الفعل العنيفة من قبل الحزب الجمهوري والكونغرس الأمريكي، لكن هو استطاع بشكل أو بآخر أن يظهر للرأي العام الأمريكي أن هذه أحد الوعود الانتخابية، ويجب ووجود القوات الأمريكية هناك ليس له أي فائدة استراتيجية أو اقتصادية أو سياسية تعود على الولايات المتحدة. نعم، ما رأيك سيد حسن، هل تتخلى واشنطن عن قواعدها وعن حقول النفط المسيطرة عليها وعن قاعدة التنف الاستراتيجية التي تمت لإسرائيل بصلة تقريبا؟ تمت لإيران. لإيران ولإسرائيل. نعم. نعم نعم، يعني دائما علينا أن ننظر إلى الاستراتيجية الأمريكية، ووفقا لذلك يمكن أن نتحدث عن القواعد أو عن القوات الأمريكية. يعني ترامب كان يرفع شعارين، محاربة داعش ثم محاربة النفوذ الإيراني في سوريا. الآن وقد انتهت داعش، الآن يريد أن يقلص من هذه القوات ما أمكن، ربما يبقي الآن قاعدة التنف موجودة. التشديد العسكري الأمريكي على حقل العمر وحقل كونيكو موجودان، لديه الآن هو محاربة النفوذ الإيراني في سوريا. فإذا هو يعني الانسحاب الكامل أعتقد هذا غير جائز، ولكن سيبقى ترامب. يعني حديث ترامب عن سحب الجنود الأمريكيين والتخلي عن الحروب الخارجية هذا مرهون يعني حتى 22 من العام 2020 موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية. يعني يجب علينا أن نعلم أن أيضا هذا الشعار هو يعني قضية حيوية بالنسبة لخطاب ترامب للداخل الأمريكي حول الانتخابات. نعم. سيد إسماعيل، كيف ستكون التفاهمات وكيف ستكون السيطرة بالنسبة للقوات المدعومة من تركيا وللقوات التركية أيضا التي أطلقت عملية نبأ السلام، فيما لو سحبت القوات الأمريكية تواجدها العسكري داخل سوريا، حول ماذا، كيف سيكون سير العمليات العسكرية بالنسبة لتركيا؟ هل سيحصل صدام بينها وبين النظام السوري أو القوات الروسية؟ بالنهاية تواجد القوات التركية وقوات المعارضة السورية الجيش الوطني المدعوم من تركيا لا يعني لم يأتي بالأساس ضمن تفاهمات مع الولايات المتحدة أو بالحماية الأمريكية، وبالتالي أن الانسحاب الأمريكي ربما إذا كان شاملا وكاملا يقوي موقف روسيا ضد تركيا بشكل عام لا يمكن نفي ذلك، ولكن لا يمكن لروسيا الضغط بشكل سريع على تركيا لسحب هذه القوات. ورأينا تصريحات أردوغان اليوم وورقة التفاهم تؤكد أن المنطقة الآمنة ستبقى من السيطرة التركية وقيادة تركيا، ورأينا تأكيد أردوغان اليوم أن القوات التركية التفاهم التركي الأمريكي يسمح ولا يشمل أي بند يؤكد يشير إلى سحب القوات التركية من المواقع التي سيطرت عليها أو ستنتشر فيها. وبالتالي تركيا موجودة في شرقي نهر الفرات كما هي موجودة منذ سنوات في غربي نهر الفرات، المناطق التي يتم السيطرة عليها يتم الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها بتحصينها والبقاء فيها لحين وتركيا تربط كل ذلك بالتوصل إلى الحل السياسي النهائي للأزمة السورية. هي هناك مباحثات في ما يتعلق بالوضع الأمني النهائي والعسكري مع روسيا، وهناك تفاهمات وبدت جلسات ستبدأ خلال الفترة القريبة المقبلة، جلسات لجنة إعادة صياغة الدستور على المستوى السياسي. وبالتالي التواجد التركي موجود على الأرض بقوة، ولا يمكن للنظام على سبيل المثال أو روسيا حتى الضغط لسحب هذه القوات دون التوصل إلى حل نهائي وواضح الأزمة السورية. الانسحاب الأمريكي الكامل يضعف موقف تركيا بكل تأكيد. تركيا لم تكن يوما ضد الانتشار الأمريكي في سوريا، كانت ضد حماية القوات الأمريكية للتنظيمات الإرهابية على الحدود، ولكن إذا خيرت تركيا يوما بين بقاء القوات الأمريكية ودعمها للتنظيمات الإرهابية وبين انسحابها الشامل فليكن الانسحاب الشامل. هو أقل خطرا، الضغوط الروسية في الفترة المقبلة هي أقل خطرا على تركيا، كانت الأولوية الأولى هي إنهاء خطر إمكانية إقامة كان انفصالي بدعم أمريكي ودعم أوروبي. هل تبددت هذه المخاطر الآن سيد إسماعيل؟ هل تبددت هذه المخاطر الآن برأيك؟ يعني تبقى هناك مساحات تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية فيما لو حصلت تركيا على المنطقة الأمنة التي تطمح بها؟
بكل تأكيد كان الخطر في فترة من الفترات أن وحدات حماية الشعب أو سميت بأسماء مختلفة امتدت على طول شرقي نهر الفرات بطول أكثر من 450 كيلومتر وسيطرت على مناطق كبيرة كمنبج وعفرين واقتربت من الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط. كانت الدولة أو الكيان الانفصالي والكانتون الانفصالي على وشك التأسيس وصل مراحل متقدمة جدا. تم ضربه في البداية في عملية درع الفرات ولاحقا في عفرين في عملية غصن الزيتون والآن يتم ضربه من مكان آخر في نصف شرق الفرات. أعتقد أن هذا الكانتون جرى تقطيعه على الحدود التركية من ثلاثة مناطق مختلفة. لو تمكنت تركيا من وصل مناطق غربي نهر الفرات من جرابلس وحتى منطقة تل أبيض شرقي نهر الفرات يكون قد تبقى مناطق محدودة جدا قرب الحدود العراقية أقصى شرق شمال سوريا، وبالتالي هذا الكانتون قد تراجع بشكل كبير. إذا أرادوا إقامة كانتون في دير الزور أو في الرقة في الداخل هو لا يؤذي تركيا كثيرا، واعتقد ان النظام وروسيا لن يسمحا بذلك، ولكن الكانتون الخطير على امتداد الحدود التركيه وصولا للبحر الابيض المتوسط هذا الحلم قد انتهى بلا رجعه على الحد بالحد الادنى في العقود القليله المقبله. لن تتمكن هذه الوحدات من اعاده بناء قواتها والسيطره على هذه المنطقه الكبيره الهائله التي لم يكن احد يتخيل ان تتمكن هذه الوحدات بالسيطره عليها. اليوم هذا الكانتون مقطع بشكل كبير والقوه العسكريه والدعم العسكري الغربي الكبير الذي حصلت عليه لن تتمكن من الحصول عليه لاحقا في المستقبل، وهذا مصدر الإعلان التركي أن ما يجري هو انتصار. لا يمكن الحديث عن انتصار شامل بمعنى الانتهاء من خطر الوحدات التركية الكردية بشكل كامل أو سحب جميع أسلحتها بشكل شامل، ولكن هذه الوحدات جرت تدميرها. يكفي أن التحصينات التي بنيت على امتداد 150 كيلومتر في تل أبيض ورأس العين قد دمرت بشكل كامل، هذه الأنفاق التي بنيت على امتداد 90 كيلومتر، وبالتالي القدرة الدفاعية والهجومية لهذه الوحدات والتنظيمات الإرهابية قد انتهت بشكل كبير وسيكون عودتها إلى المنطقة شبه مستحيل. دكتور رضوان، من يملأ الفراغ ما إذا انسحبت القوات الأمريكية فعلا أو ما تبقى منها من سوريا؟ وهل الانسحاب يشمل قاعدة التناف؟ وهنا يعني التفاهمات حول البقاء الأمريكي مرتبط في قاعدة التنف تحديدا مرتبط مع من؟ لأنه بمجرد الزيارة إلى هنا بالنسبة للوفد الأمريكي مايك بنس وجيمس جيفري وآخرين توجهوا إلى تل أبيب بعدها مباشرة. يعني هذا هو السؤال الحقيقي، إذا كانت الولايات المتحدة قد قررت الانسحاب الكامل من وجودها من قواعدها العسكرية في شمال شرق سوريا، وبالتالي من يملأ هذا الفراغ؟ إذا كانت الولايات المتحدة تريد لروسيا أو لإيران أو للنظام السوري أن يملأوا هذا الفراغ، أو إنها تريد أن حليفها في الناتو أن تركيا أن تملأ هذا الفراغ، وبالتالي الولايات المتحدة أعتقد أخطأت بشكل كبير أولا خلال إدارة أوباما في تسليح قوات الحماية الكردية والاعتماد عليها من أجل محاربة داعش بدل الاعتماد على القوات التركية النظامية وقوات المعارضة السورية، والآن تخطئ مرة ثانية عندما ترغب في فرض عقوبات على تركيا بدل التفاهم والتحالف معها والتفاهم والمفاوضات معها من أجل ملء فراغ خروج القوات الأمريكية على الأراضي السورية. ولأنه ما البديل؟ البديل هل نسمح لوجود للنظام السوري أو لتركيا أو لإيران بملء هذا الفراغ أم لحليف الولايات المتحدة في الناتو وهي تركيا؟ وأعتقد أن هذه المعادلة للأسف تغيب عن صنع القرار الأمريكي، ولكن الآن نجد بعض الأصوات تقريبا بدأت تفكر بهذه الطريقة بأن تركيا هي تبقى هي الحليف الأفضل بالنسبة لنا الاعتماد عليها في منطقة الشرق الأوسط وفي وخلال فترة الحرب السورية. الختام معك بتعليق صغير، كيف ستكون نهاية الموضوع بالنسبة للأطراف فيما يتعلق بهذه العقدة الآن؟ على الرغم من كل ما أنجز على الأرض السورية سواء على المستوى التركي الأمريكي أو التركي الروسي، نقول لا يوجد الآن صورة متبلورة عن الحل في سوريا، وإنما الجميع مشغول بإدارة الصراع. لا فقط دعني يعني أنوه إلى مسألة وردت في سياق الحديث بأنه ربما نحن بانتظار طبعا يوم الثلاثاء لقاء الرئيسين بوتين وأردوغان، ربما يتم هناك اتفاق تسليم بعض المناطق لنظام بشار الأسد مثلا كمنبج أو كوباني بشكل رسمي، ولكن أقول هناك أيضا ستحدث كارثة. يعني تركيا إذا كانت تريد إرجاع مليون لاجئ إلى المناطق شرق الفرات
إذا دخلت قوات النظام سوف نرى أكثر من مليون لاجئ وسوف تحل كارثة. هذه من ناحية، من ناحية أخرى يعني تستبعد أن تسلم كوبا للإنسان؟ نحن هنا دعني أقول إنني أناشد وأنبه وأحذر، يعني هذا الجيش الوطني الذي ينتمي إلى المعارضة السورية والذي يقاتل الآن وينسق مع الدولة التركية وكمصلحة مشتركة، علينا أن نناشد الجيش التركي ونناشد أيضا هذا الجيش الوطني ونقول لهم لا تخذلوا أهلنا السوريين. أي مدينة تسلم لنظام بشار الأسد هذا معنى أنه سيحل فيها كارثة، ستكون هناك مجازر، ستكون هناك مذابح. نعم. يجب أن نقول للجميع نحن السوريين أيضا لا تخذلونا. هل تستبعد قيام تركيا بالسماح للنظام بالتقدم نحو مناطق على حدودها؟ نتمنى أن لا يحدث ذلك. نتمنى، وإن حدث ذلك فإنها ستكون كارثة. شكرا. وربما ستغير أيضا مجرى السياسة. شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي السيد حسن نيفي، كنت معنا في الاستوديو. أشكر جزيل الشكر إسماعيل كاي المحلل السياسي المختص بالشأن التركي، كان معنا عبر أقمار صناعي من أسطنبول. أيضا من واشنطن شكرا جزيلا لك الدكتور رضوان زيادة البحث في المركز العربي للدراسات. أيضا أشكركم متابعينا على حسن المتابعة، تابعونا على سيريا دوت تي في. إلى اللقاء.